بسم الله، صلى الله على سيدنا رسول الله. نتكلم اليوم عن وضع البحث من خلال الانترنت. وضع البحث من خلال الانترنت احد الخواص المميزة لبرنامج الاند نوت، واللي بيتيح لك من خلاله انك تتصل بقواعد البيانات والمكتبات ودور النشر، بحيث انك تنزل منها السجلات او ملفات المراجع بشكل مباشر. طبعا من اشهر قواعد البيانات الباب ميد والويب ساينس، وعديد من المكتبات الخاصة بالجامعات زي نيوكاسل الى غير ذلك. ولكن وجب التنويه في البداية انه على الرغم انه بيوفر وقت كبير اثناء عملية البحث واستيراد السجلات او المراجع، الا انه مش دقيق بنسبة 100%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اثناء البحث بتاعك يجيب لك مجموعة سجلات او مجموعة مراجع، يحمل لك مجموعة ملفات، في بعض منها في خطأ، في اجزاء من المرجع ناقصة، وبالتالي لما انت تستخدم الرمز اللي هو فيه على كده، ده هيسبب لك مشاكل واخطاء في عملية السيتيشن او الاستشهادات وكتابة المراجع. طبعا كلمة استشهاد الكلام اللي بتكتب في متن الموضوع، لما انا اقول مثلا محمود اتاي في متن الموضوع، واقول هم قالوا ايه او وجدوا ايه، لكن المرجع اللي تحت ده البيبلوجرافي بتاعتك او الجزء الكامل او التفصيل بتاع البحث، بيتضمن اسم البحث واسم الباحثين او الباحث والعنوان و تاريخ النشر والمكتبه او المجله اللي انت نشرت فيها الى غير ذلك. فواجب التنويه انه ضروره مراجعه نتائج البحث، خاصه اثناء البحث عبر وضع الاونلاين سيرش مود. عشان انا ابحث او اشتغل على وضع الاونلاين، ببدا من فوق خالص كده على اقصى اليسار، ادوس على علامه الكره الارضيه دي. طبعا هنا وضع اللوكال لايبرري، هنا وضع الاونلاين سيرش مود، دوس عليها. هنلاحظ فوق انه الوضع النشط حاليا وضع الاونلاين مود. بيظهر لي المفترض هنا معايا السيرش بانل، لوحه البحث. طبعا هي معموله اخفاء حاليا، فانا اقدر اتحكم في اخفائها واظهارها من مكان ده. كده اظهار او كده اعمل لها هايد، شو وهايد. طيب لوحه البحث دي متقسمه لمجموعه من الحقول. اول امرين فيهم الامر سيرش، الامر بحث، الامر اوبشن، وده في مجموعه من الخيارات، سواء انت عايز تعمل تحميل لنتائج البحث او تعمل ستور لاعدادات افتراضيه او تعمل اعدادات افتراضيه للبرنامج الى غير ذلك من الامور. وهنا بعض الخيارات خاصه بالبحث، انت عايز تبحث في مكتبات بصفه عامه ولا هتبحث في حاجه معينه. بعد كده بعد الفلاتر ماتش كيس، ماتش كيس هنا مراعاه حاله الاحرف. بمعنى ثاني لو انت كاتب كلمه فيها حروف كابيتال وسمول، هو هيبدا يراعي ويلتزم انه يجيب الكلمه اللي انت كاتبها بنفس حاله الاحرف اللي انت كاتبها. ماتش ووردز مراعاه الكلمات، يعني هيلتزم بتنسيق او بتتابع الكلمات اللي انت كاتبها. ننزل تحت شويه هنلاقي هنا حقول البحث او حقول الفلاتر. لما انت هتيجي تبحث، هتبحث في ايه بالظبط؟ هل في اسماء الباحثين؟ هل في عناوين الابحاث؟ هل في متن الموضوع بتاع البحث؟ هل في الجورنال اللي اتنشر فيها؟ هل في دور النشر؟ هل في الدي او اي بتاع الابحاث؟ هل في ارقام الصفحات بتاع الابحاث؟ طبعا عندك مجموعه فلاتر ضخمه جدا تقدر تحددها. كل ما بتحدد بتكون نتائج اكثر دقه او اقرب للي انت عايزه، او بيديك نتائج بشكل مباشر ليها علاقه وثيقه بالموضوع بتاعك. لكن لو سبتها مفتوحه في ان فيلد كده هيديك حاجات كتير خالص. يعني لو بصينا كده مع بعض، الاقي الاوثر باسم الكاتب، معناها ان انت هتكتب اسم واحد هنا تبدا تبحث من خلاله، او فيرست اوثر تبدا تبحث باسماء الباحثين، بس بشرط ان يكون البحث اللي انت هتكتبه ده اول واحد، او الير انت هتبحث باسماء السنه هنا حتى اتنشرت في سنه معينه.
او التايتل بتاع الجورنال، اسم عنوان البحث او الجورنال اللي اتنشر فيه، الى غير ذلك من الامور. هنا بقى المحتوى، عايز اقل منه ولا اكتر منه ولا بيساوي، يعني الكلمه دي تبقى في بدايه الحقل ده ولا في نهايته ولا في منتصفه ولا فين بالظبط زي ما هو واضح قدام. هنا بقى بتكتب الكيورد بتاعتك انك تبحث بيه، انت هتبحث عن ايه بالظبط. وليكن تكتب الموضوع بتاعك وتبدا بعد كده تشوف باقي الحقول. طبعا مش لازم انت تختار ده كله، انت ممكن تختار هنا بس وتبدا تبحث بشكل مباشر. هنا بقى في بعض الفلات الاخرى بحيث تضيق نطاق البحث، يعني انا هتبحث عن كذا او كذا and كذا or كذا not كذا. ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني لو انا عايز اقول له ابحث لي مثلا عن الزيوت اويل فيما عدا او ليس او و، اول اند دي معناها ايه؟ يعني كذا ويكون معاه كذا، كذا وكذا. ابحثت عن الزيوت زائد مثلا الريحان، يعني ابحثت عن الزيوت ومعاها اي حاجه ليها علاقه بالريحان مثلا. ابحثت عن الزيوت اور المستخلصات مثلا، يعني الزيت او المستخلص. طيب ابحثت عن الزيوت نوت كذا، يبقى اويل نوت مثلا الريحان، يبقى ابحثت عن كل الزيوت بس ما تجيبليش نتائج خاصه بالريحان. وهكذا طبعا تقدر تقول له مثلا ابحث لي عن الزيوت فيما عدا السنه، يعني بلاش تجيب لي لحد سنه 2000 مثلا. ابحثت عن الزيوت فيما عدا الكاتب المعين، ما تجيبليش ابحاث خاصه بالكاتب المعين. ابحثت عن الزيوت فيما عدا المجلات المنشوره في مجله كذا. ابحثت عن الزيوت فيما عدا الحاجات الخاصه بموضوع معين، او الحاجات الخاصه بموضوع معين، او مع الحاجات الخاصه بموضوع معين. يعني تقدر تتغير من دوله وتكتب اللي انت عايزه هنا. نفس الفكره برضو هنا في فلتر بتاعنا، تقدر انت تعمل فلاتر زي ما انت عايز. ده ممكن بشكل سريع شكل الايقونه دي. طبعا احنا قدام ما بنبحث بنختار المجله او قواعد البيانات اللي احنا هنبحث فيها. هو بشكل مباشر بجيب لك مجموعه من قواعد البيانات قدامك هنا، طبعا اشهرهم الباب ميد هنا والوو ساينس، لكن في مجموعه ضخمه جدا من قواعد البيانات لو انت مش لاقيها قدامك هنا تقدر تدوس على الامر ده بشكل مباشر. يفتح لك قواعد بيانات كتير تقدر تبحث في اي قاعده بيانات انت عايزها. ما قدرتش توصل لها من دوله تقدر تكتب اسمها هنا. طبعا ما فيش اسماء مشابهه. تختار اللي انت عايزه وتدوس له تشوز، او تختار من المجموعه دي لو انت عايز تشتغل على المجموعه دي. على كل حال برضه احتاجنا الباب ميد هي موجوده حاليا. تختار قاعده البيانات اللي انت عايزها، اي قاعده بيانات من دول تختارها اللي انت حاسسها قريبه منك او انت هتشتغل عليها، وليكن باب ميد مثلا، ونقول له تشوز اختيار. اصبح دلوقتي هو مطالب انه هيبحث في الباب ميد. بختار من هنا اللي انا عايز ابحث عنه او هبحث من خلاله. انا هبحث من خلال مثلا التايتل واقول له مثلا نيم. طبعا امر سيرش جوجل نشط وابدا ادوس سيرش. بيجيب هنا مربع حواري، المربع حواري ده كونفيرم اونلاين سيرش، بيقول لي يعني ان هو بحث ولقي عنده عدد من السجلات. السجلات يعني اللي هي الابحاث يعني او المراجع. فاوند 700 ريكوردز، يعني هو لقى 700 بحث من كذا الى كذا. طبعا انت لو عايز تقول له لا انا هات لي مثلا 500 او هات لي 300، ممكن تقول له هات لي من اول مثلا رقم 6 لغايه رقم 70، او زي ما انت عايز تقول له هات لي مثلا 500 بس، يبقى هات لي مثلا من 1 لغايه 500، او انت ممكن تسيبها زي ما هي
لو انت عايز 5 ابحاث بس، عايز 10 ابحاث بس، انت بتحدد من هنا انت عايز كام نتيجه من دول وتقول له اوكي. يبدأ دلوقتي هو يعمل لي تحميل. طبعا زي احنا شايفين شغال بينزل الابحاث. طبعا عدد ضخم جدا. الملاحظ بقى ان هو اي حاجه بيضيفها تبدا تظهر لي، انا بضيف 20 160 لغايه ما وصل لل 700. طبعا 700 رقم ضخم جدا من الابحاث. لذلك يفضل طالما هتشتغل بوضع اللاين سيرش مود انك تستخدم باقي الفلاتر. يعني السنه مثلا تقول له انا عايز حاجه حديثه او حاجه قديمه او في مدى معين، لان هو كده هيجيب لك في كافه المراجع اللي فيها كلمه نيم، وبالتالي ده عدد ضخم جدا. انت تقعد تدور في 700 مرجع دول هتلاقي نفسك بتضيع وقت اكتر من الوقت اللي هو بيوفره لك في البحث عن المراجع. وصل ل 420. طبعا نفس الفكره بتجيب لي العدد اللي وصل له حاليا. نفس الفكره بيتكتب هنا العدد بيظهر لي. طبعا عدد ضخم جدا من المراجع، 700 مرجع شغال هو بيرتب حسب السنه من احدث للاقدم. وصل لل 700 خلاص، هو جاب ال 700 طبعا لغايه 1903. ملاحظه شديده في اخر بحث او اخر مرجع ده ريكورد، زي ما احنا باصين كده هتلاقي مثلا لما دوست عليه كده بيظهر لي الناحيه الثانيه في ريفرنس اسماء او مكونات الريفرنس. اول واحده بالنسبه لي بيقول لي ده ريفرنس تايب جورنال ارتكل، ريتنج ما فيش ريتنج، الاوثر بقى هنا ناقص الاوثر، وده اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو مش دقيق بنسبه 100%. يعني هحتاج في البحث ده ان ننزله واشوف مين اسم البحث وابدا ادخله باسم يدوي في المنطقه دي، انما باقي البيانات لحد ما كامله يعني. يعني هو طبعا مش كل العناصر بتبقى موجوده في كل بحث، ولكن لحد ما الحاجات دي كامله. فانا كده مضطر في البحث ده قدام ما استخدمه ان انا اروح ادخل على الموقع بتاعه زي ما هو مديني هنا الرابط، واجيب اسم الباحث بتاعه او الباحثين وابدا اكتبهم في البرنامج هنا بشكل يدوي بحيث ان هو ما يبقاش فيه خطا اثناء السيتيشن. ده كان بشكل سريع اضافه او استخدام ميزه البحث. طبعا لو انت عندك مجموعه ابحاث اخترتها عايز تضيفها في المكتبه بتاعتك، تدوس على المرجع كليك شمال وكليك يمين وتبدا تقول له اد ريفرنس تو، تختار اي فولدر او اي جروب من الجروبات اللي انت عملتها في وضع اللوكال. يعني هنقول له مثلا الريفرنس ده ضيفه لي في الماتيريال، ابدا يضيفه لي بشكل مباشر. لو احنا رجعنا تاني الماتيريال كده هتلاقيه اهو البحث اتضاف هنا بشكل مباشر. لو رجعنا تاني وضع اونلاين مود طبعا عكس هنا نفس الفكره، البحث ده برضه مفوشي ده التايتل او ده التايتل مش قاعد، والاوثر يبقى هنا برضه في ديفكت او في مشكله، لازم انا ارجع للبحث ده وابدا اكتب اسم البحث بتاعه او عنوان البحث واسماء الباحثين. نفس الفكره هنا في التاريخ موجود والعنوان موجود ولكن اسماء الباحثين مش قاعدين. يبقى دي حته عدم الدقه اللي هي موجوده في البرنامج، ان هو احيانا بينزل لي كافه التفاصيل الخاصه بالمرجع. نفس الفكره وانا عندي مجموعه، لو انا عايز مجموعه ثانيه مثلا ممكن اخذ مجموعه ابحاث. طبعا لو افترضت اني عايز ده مثلا وعايز مجموعه ثانيه معاه، يا اما بشد بشكل مباشر او بدوس كنترول واختار مجموعه المراجع اللي انا عايزها بشكل ايه فردي، شكل ده كده
ثم ادايس كنترول وابدا اختار المربع او مجموعه المربعين اللي عايزهم، وابدا على اي واحد منهم ادوس كليك يمين واد اضافه المربع الى، اما انا بنشئ مجموعه جديده او بضيفه في المجموعه او مجموعات اللي انا عاملها مسبقا، وليكن مثلا اويل ريفيو بالشكل ده كده. يبدا هو يعني يوديهم لي كده، هو حاليا هنا وداهم لي في الاويل ريفيو هم دول، واقدر اشتغل بيهم زي ما انا عايز. دي كانت بشكل سريع نظره سريعه عن استخدام وضع الاونلاين سيرش. ان شاء الله في فيديو ثاني هنتكلم بشكل اوسع عن المراجع واضافه المراجع واضافتها بشكل يدوي، وازاي بتحكم فيها وازاي بيعمل كل العمليات عليها من خلال اختيارها، تحديدها، او نسخ المراجع من مكتبه لمكتبه، او نسخ المراجع من مجموعه لمجموعه، او حذفها او اضافتها او البحث عن المراجع المكرره. السلام عليكم ورحمه الله.